الأوتوستراد الدولي دمشق درعا، يعتبر هذا الطريق عصبا مهما بالمواصلات الدولية والمحلية، نظرا لأنه يربط الحدود الأردنية بالعاصمة دمشق. ويسيطر الثوار على طول الطريق من الحدود مع الأردن وصولا لبلدة خربة غزالة التي تسيطر عليها قوات النظام، لتمتد سيطرة قوات النظام من خربة غزالة باتجاه دمشق. مثل ما ترون المراي الاستراد دمشق درعا الدولي، وهو محجوز بالمنطقة هاي المحررة اللي قاعد عم بخصف نظام القرى المجاورة بشكل عشوائي، وعم بيحاول يوميا بشكل مستمر انه يقتحمها وياخذ ويفتح طريق الاستراد على معبر الأردن سوريا الواقع بالمنطقة الجنوبية في درعا. وقد حاولت قوات النظام مرارا السيطرة على كامل البلدات على أطراف الطريق، وتسببت الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام بدمار هائل بالبنى في المناطق المحيطة بالأوتوستراد، إلا أن هذا الطريق ما يزال مغلقا تماما، الأمر الذي يسبب أزمة باقتصاد النظام باعتباره طريقا دوليا هاما.